حول الاختلاف في تحديد يوم عاشوراء. سؤال يقول: نظرا لاختلاف الإعلان عن غرة محرم بين بعض الدول الإسلامية، فأي الإعلانين نتبع؟ الحقيقة هذا السؤال جاء من هيوستن، من خارج بلاد المسلمين. ما هو لو جاء من بلد بعينه فيه جهة رسمية تعلن الهلال، فأهل كل محلة يتبعون إمامهم ويتبعون دار إفتائهم، لكن لأنه لا توجد في الولايات المتحدة مرجعية عامة للمسلمين كافة، فجاء السؤال: ماذا نفعل؟ أي الإعلانين نتبع؟ نقول له: يا رعاك الله، المنهجية المختارة لدينا، نحن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، نحن دار الفتوى بهيوستن، عدم اعتبار اختلاف المطالع، وأنه متى رؤي الهلال في بلد إسلامي وثبت ثبوتا شرعيا لدى جهاتها المعنية، فقد لزم ذلك بقية البلاد التي تتفق مع بلد الرؤية في جزء من الليل، إلا إذا كان اعتبار اختلاف المطالع سيفضي في سنة من السنين إلى توحيد الصف وجمع الكلمة، لا سيما في العيدين. وبناء على ذلك، فقد كانت غرة المحرم يوم الاثنين الموافق التاسع من شهر أغسطس، بناء على من ثبت لديهم ذلك من بلاد المسلمين كمصر والعراق، فيكون عاشوراء يوم الأربعاء القادم الموافق 18 من شهر أغسطس. ونحن نهيب بالمسلمين حيثما كانوا في الشرق أو في الغرب أن يحرصوا على إحياء سنة صيام عاشوراء. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وحديث مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. أيضا يشرع صيام يوم قبله أو يوم بعده، لما روي من حديث: صوموا قبله يوما أو بعده يوما، والأفضل أن تصوم يوما قبله، أن تصوم التاسع مع العاشر، لحديث: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. عندنا مراتب صيام عاشوراء، أعلاها أن تصوم عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده، ثم المرتبة الوسطى أن تصوم عاشوراء ويوما قبله أو يوما بعده، يعني أن تصوم يومين فقط، والمرتبة الثالثة أن تصوم عاشوراء فقط. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، يا رب العالمين.